الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن منا الحمد لله رب العالمين. معالي الدكتور أشرف صبحي، والنهاردة يوم بالنسبة لي يوم جميل جدا، مولد ابن جديد لمجموعة إعلام المصريين شركة استادات. يمكن أول حد أنا هبدأ أتكلم عنه النهاردة هو اللي هو محمد العصار، اللي ببعت له رسالة حب النهاردة. السيد وزير الإنتاج الحربي قال لي محدش هيمضي معاك عقود تاني، استادات انسى، ما فيش حد. يوم ما خدنا استاد السلام، النهارده بنضم 15 استاد لشركه استادات، وتصبح النهارده شركه استادات اكبر شركه في منطقه الشرق الاوسط، تمتلك اداره منشات رياضيه 15 سنه و10 سنين. بشكره جدا، لانه لولاه ما كناش بدانا المرحله دي، واعتقد انه لولا الدكتور اشرف صبحي اعتقد ما كناش وصلنا للمرحله اللي احنا وصلنا لها النهارده بخصوص اداره الاستادات. وموضوع الاستادات ده يا جماعه، عشان اقول لكم احنا بقالنا فتره شغالين في الصناعه دي، كانت المشكله اللي بتواجهنا او اللي احنا شايفينها انه اختلاف ملاك الاداره للمنشآت الرياضية في مصر. فهتلاقي انه مجموعة استادات تمتلكها وزارة الشباب والرياضة بتدير جزء منها، وبتدي جزء منها لمحافظات انها تدورها. وزارة الانتاج الحربي عندها استاد اسمه استاد السلام مثلا، وزارة البترول عندها بترو سبورت، القوات المسلحة اخواتنا عندهم مجموعة استادات. علشان تعمل منظومة واحدة تجمع كل الاستادات ده بشكل واحد، الموضوع ملوش حل، يعني لقيناه انه صعب جدا. فالحل اما كلمت شركاتنا واخواتنا في الجروب في اعلام المصريين على المشروع، ان احنا ازاي نعمل مؤسسه او شركه تدير كل المنشات على فترات زمنيه طويله، وهي اللي تطور وهي اللي تشتغل عليها علشان توصل للمرحله اللي تخليها في نظام ثابت في الدخول وفي الخروج وفي الامن وفي التصوير في كل حاجه. فالحمد لله بدانا نشتغل على الملف بالشكل ده، واخدنا الحمد لله استاد السلام، والنهارده 15 استاد. الجماهير هم اصحاب الكوره، والجماهير هم اصحاب الارض، احنا خدامين الكوره وخدامين النهارده الارض. يمكن من 3 أو 4 أسابيع احنا غيرنا الشعار شركتنا، وخليناه مش الكوره حياتنا بس، خليناها جمهور الكوره حياتنا. انا بقدم هنا دلوقتي رساله حب لكل الجمهور المصري، وانا بعتذر لهم باسم برزنتيشن ان احنا لفترات طويله جدا ما بصناش وما اهتمناش بالملف ده. وعايز اقول احنا كنا شايفينه كويس مساعدانا، ولازم هنا اقول انه ما فيش جهه من جهات الدوله، مش بس وزاره الشباب والرياضه، كل الجهات اللي احنا بنتعامل معاها بنروح لهم بملف الجمهور الا ما نلاقي الناس مرحبين جدا، بيساعدوا جدا، عايزين جدا، لان الدوله شايفه فعلا انه عوده الجمهور دي حاجه كويسه جدا. واعتقد البدايه اللي احنا بادئينها من اول الموسم مع معالي وزير الشباب والرياضه، اللي اعتقد شخصيا انه لو مش موجود ما كناش وصلنا حتى لل 5000 اللي دخلوا. حقيقي ان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف مع شركة استادات تغيير في شكل الاستادات. ولو انتوا خدتوا بالكم احنا مش واخدين الاستادات الكبيرة بس، احنا حتى واخدين استادات دوري الدرجة الثانية، استادات المنصورة، طنطا، دمياط، كل الاستادات. احنا مش بس هممنا جمهور الاندية الجماهيرية اللي في دوري الدرجة الاولى الدوري الممتاز، لا، حتى الجماهير اللي خاصين بدوري الدرجة الثانية عينينا عليهم، عايزينهم برضو يخشوا الاستاد بشكل هايل ويخرجوا بشكل هايل. We'll be right back.